اهلا بكم. طول عمر تجميل الاسنان يعني شيء في مخيله الناس موجود منذ القدم، وكان زمان تجميل الاسنان دوت حاجه لطيفه جدا. كان زمان مثلا في المنطقه او الحاره او المنطقه الشعبيه، المعلم اللي هو ذو المال اللي هو عنده فلوس كتير كان لما يحب يعمل تجميل في اسنانه كان بيلجأ ان هو يركب سنه ذهب او سنه فضه، وكذلك السيده لو هي عايزه تظهر نفسها او تظهر شخصيتها في المنطقه بتاعتها او في الحاره، من يعني منذ الاجواء القديمه كمان في المناطق الشعبيه كان دايما هي تلجا للسن الذهب او السن الفضه. ومش عايزه اقول حاجه كمان كوميديا، ان كان بيحصل سرقات للحاجات ديت، وكانوا لو حد عايز ان هو يتعدى على شخص تاني كانوا ممكن ان هم يسرقوا السنه ديت منه. تجميل الانسان موجود من زمان جدا حسب عقليتهم وحسب افكارهم وحسب تقنيتهم. كانش فيه الوسائل الحديثه بتاعت دلوقتي اللي هو التكنولوجيا، الكمبيوتر، الوسائل الحديثه في تجميل الاسنان، بس تجميل الاسنان موجود من زمان، وكله بيفكر ان هو ازاي يحصل على ابتسامه او حاجه براقه او حاجه تلفت الانظار. وكمان يعني حتى كمان في تبييض الاسنان والمنتجات الجديده اللي هي ظاهره في تبييض الاسنان، كل دوت كان ليه تاثيرات سلبيه وليه عوامل المفروض ان احنا ناخد بالنا منها. لو كانت الوصفه الطبيه من غير رجوع لطبيب اسنان او من غير رجوع حتى لوصف الطبيب، كل دوت ممكن يؤثر على اسنان. عشان كده كمان بعد كده ممكن نتفاجئ بفقدان في اسنان او فقدان في المينا. النهارده ان شاء الله هنوضح كل حاجه تخص الابتسامه الحلوه، وازاي نقدر ان احنا نحصل على ابتسامه حلوه في ابتسامتك حياه. النهارده ضيفتي العزيزه الدكتوره المتميزه صاحبه الشرح المبسط دكتوره فاطمه سيام ابراهيم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. حضرتك منوره الدنيا النهارده، ميرسي، ربنا وان شاء الله يخليك. الموضوع يكون مبهج حتى كمان المشاهدين، بما اننا بنتكلم في الابتسامه الحلوه. ان شاء الله. تمام. ابدا حواري يا دكتور بسؤال استرسالي جدا وبسيط جدا. مجال طب الاسنان او مجال تجميل طب الاسنان ليه قواعد او ليه ثوابت او ليه ضوابط بنرتبها بين المريض والدكتور؟ هو علم، يعني تجميل اسنان علم في الاسنان، فكل حاجه يعني اي علم لازم يبقى ليه قواعد. تمام. بس هو بجانب ان هو علم هو فن كمان، يعني احنا بس هدفنا دلوقتي مش انا عندي سنه هعمل لها حشوه وخلاص نعم. بتؤدي وظيفتها، لا لازم الحشوه دي يبقى شكلها كويس، وبنحاول نقدر على يعني نقرب على قد ما نقدر ان شكل الحشو اللي احنا بنعمله بيبقى نفس شكل السنه الطبيعيه بالظبط. نعم. فهو يعني ففي الاخر هي بتؤدي وظيفه، بس في نفس الوقت شكلها بيبقى قريب من الطبيعي جدا. نعم يا دكتور، عشان كده بيقولوا على طبيب الأسنان نحات. بالظبط. نحات دي بداية المصطلح دوت جاي يا دكتور من الحس الفني حضرتك. الفنان. بالظبط، يعني لازم كل دكتور وهو بيعمل اي حاجه لازم يبص للجانب الفني في الموضوع، لان الابتسامه بتفرق جدا. فمش الهدف ان انا اصلح الوظيفه وبس، لا، اصلح الوظيفه دي حاجه مهمه جدا، وكمان ابص للشكل. نعم يا دكتور. طيب مجال تجميل الاسنان طبعا حضرتك يعني منورانا، طبعا اخصائي التركيبات الثابته وزميل الكليه الملكيه للجراحين بايرلندا، هل مجال تجميل الاسنان ليه تخصص؟ طبعا تخصص. كمان تخصصات دلوقتي بقى في تخصص جوه التخصص، يعني في حد مثلا تركيبات، لا في حد مثلا بيعمل فينيرز كويس قوي، هو ده الباشن بتاعه، يعني هو دي الحاجه اللي بيعرف يعملها كويس جدا. فلا التخصصات زمان كانت واسعه جدا، دلوقتي بقى في تخصص دايما جوه التخصص نفسه. نعم فالتركيبات الثابته مثلا فيها تخصصات كتير قوي. نعم يا دكتور. طيب والتطورات بقى الجديده اللي ظهرت في عالم تجميل الاسنان، يعني دلوقتي كل شويه بنسمع مصطلحات وكل شويه نسمع انا كذا عملت كذا، هوليود سمايل، بوليود سمايل، تبييض، كل دوت احنا يعني عايزين كده نرتب للساده المشاهدين، لا التجميل كذا وكذا وكذا وتلجأ له حسب حالتك او حسب ايه من وجهه نظر حضرتك؟ هي المسميات دي اصلا مسميات مش علميه، يعني هوليوود نعم. سمايل او بوليوود سمايل والكلام ده، لا هي حاجات درجه الناس بتتكلم عليها، بيبقى قصدهم في الاخر ان الابتسامه تكون حلوه نعم. او مظبوطه او مثاليه على قد ما نقدر. فهي المسميات مش يعني، لا ده مش علم، يعني العلم هو ازاي، هو علم التجميل، يعني ازاي اوصل في الاخر لابتسامه ممتازه او مثاليه. بقى ايا كان الوسائل ايه يا دكتور؟ طب بالظبط. نقدر نقول للساده المشاهدين مثلا ايه هي الوسائل اللي ممكن تؤدي لتجميل الاسنان ولا حسب الحاله؟ يعني مثلا حالة عندها مشكلة ان اسنانها صفرة بس اسنان نعم مرصوصة كويسة وكل حاجة تمام، فدي بنعملها تبييض، نعم هي كده وصلت ان ابتسامتها مثالية. في حد تاني عنده سنته مكسورة بنعمله حشو تجميلي، في حد عنده ان السنان راكبة فوق بعض او مش مرصوصة صح، فساعتها بنلجأ للتقويم. في الاخر كل ده بيوصلنا ان شكل الابتسامة يبقى مثالي وصحي ومشرق.
مش الفكرة ان انا اروح للدكتور واقول له انا عايز ان انا يعني اسمايل هوليود، هو ممكن ما يكونش ان هو محتاج حاجات كتير جدا، ممكن يكون محتاج حاجة بسيطة زي مثلا التبييض. ما هي هوليوود سمايل دي، هوليوود سمايل يعني مصطلح مصطلح معناه ان احنا نوصل لابتسامة مثالية. انا هوصل لابتسامة مثالية ازاي؟ على حسب حالتي نعم زي ما قلنا، بس كده. نعم يا دكتور. طيب احنا يعني انا مثلا كنت مره، يعني دي تجربه شخصيه ليا، كنت موجوده في مول، وبعد كده في المول الحصول على تبييض الاسنان في 10 دقائق، وبيجذبوا الناس بالاسلوب دوت. طبعا انا بالنسبه لي مخيلتي، طب انا ده مش طبيب اسنان، طب ايه هو اللي بيتم يا دكتور في الحاله ديت، او ايه تبييض الاسنان من وجهه نظرهم اللي هو في 10 دقائق؟ هي يعني بتبقى شركات بقى بتجيب ناس معينة علشان يعملوا تبييض للناس، بس انا مش شايفة ان دي حاجة صح. يعني انا شايفة ان كل واحد عايز يعمل حاجة في سنانه ولازم يروح لدكتور سنان. التبييض بقى انواع كتير قوي، يعني حتى في تبييض احنا بس بناخد مقاس كده للعيان عشان نعمل له تري، هو نعم بيحط المادة المعينة دي في البيت اصلا، نعم يعني مش لازم يبقى عندنا. بس الفكرة ان هو يبقى الدكتور قايل له انت هتعمل ايه وهتلبسه قد ايه علشان ما يحصلش ضرر. اصل احنا المادة اللي بتتحط عشان تعمل تبييض دي ممكن تعمل حرق، نعم فعلشان كده تبقى في عيادة أحسن ما يكون، طبعا الدكتور يبقى مشرف عليها، تكون اكتر على امان. الأقل لا قدر الله لو حصل مشكلة الدكتور يعرف يحل المشكلة. نعم يا وده دكتور نادر حدوثه، يعني موضوع التبييض ده بيبقى بسيط جدا وفي جلسة واحدة، فنادر حصول يعني إن يحصل فيه مشكلة. بس الفكرة إن الدكتور هو اللي لازم يبقى موجهك تعمل إيه وإزاي وكده. نعم يا دكتور. طب ناخد اتصال تليفوني من فريدة. فريدة من القاهرة، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، انا اتفضلي كنت مع حضرتك عاوزه اسال الدكتور. الدكتور على حاجه. هاي اتفضلي معاكي اتفضل. الدكتور، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها سنه ونص، تمام. بس عندها السنتين اللي قدام، اللي هو اول سنتين بيطلعوا دول كبار قوي، يعني هي زي باباها، يعني سنان باباها، اوكي. نعم. والتانيين دوران، فهل هم فعلا هيتغيروا مع السنين ولا ممكن يتعدلوا ولا ايه؟ مش فاهمه بصراحه، هي لو انا مش عاجبني شكلهم. طيب طيب يا يا دكتور، حد من حضرتك استفسار تسأليه؟ لا لا تمام طيب خلاص. شكرا جدا يا ام فريده، ونورتينا الدكتوره، ترد على حضرتك. هي كده كده دي سنان لبنية يعني، والبنت لسه صغيرة جدا ففكها هيكبر والسنان دي هتقع، فبدري قوي ان انا اقدر اقرر من دلوقتي هل السنان هتفضل كده ولا لا. نعم، يعني استنى عليها شوية كده ونشوف. هي طبعا بتتكلم بتقول زي باباها عوامل وراثيه، في عوامل وراثية كتير بتأثر في الأسنان يعني، بس هي الفكرة ان بدري قوي ما الحكم اقدرش احكم عليها. من دلوقتي، ان هي بعد كده المفك ممكن يتغير يا دكتور، طبعا. وشكل الاسنان بعد كده يتغير. والسنان دي هتقع من 6 ل 8 سنين، السنتين اللي قدام فوق تمام، دول، والدنيا لا ممكن ما يكونش فيها مشكلة خالص. ان بعد التبديل ممكن ما تطلعش بنفس الشكل اللي هي طالعه فيه اول مره. ممكن فكها يكبر، فبالتالي لما الفك يكبر السنان تبقى كبيرة شكلها ما يبقاش واضح قوي كده. طب امتى تحكم ان الاسنان ديت محتاجه بقى حاجه؟ احنا نتابع الحالة لغاية مثلا ما يكون عندها 6 أو 8 سنين والسنان دي تتبدل، وبعد تمام. كده نشوف بقى هيبقى هل هيبقى عندنا مشكلة ما محتاجة تقويم مثلا، ولا هنعمل ايه الحل بعدها بعد ما تكبر شويه هنقدر ان احنا نحدد بالظبط. ان شاء الله يا دكتور. طيب احنا وقفنا لحد تبييض الاسنان والوسائل اللي هي بتكون متاحه في اماكن خارج عياده تبييض الاسنان. طيب يا دكتور، احنا قلنا الخطوره، وكنت حضرتك بتتكلمي على الخطوره، وان هي لو خارج العياده في حروق ممكن تحصل. حروق بالظبط بقى في انهي اماكن؟ في الشفايف، في اللثه، يعني ممكن اصلا يبقى الواحد غصب عنه مش عارف الماده دي يمسكها ازاي. نعم يا دكتور. فلا طبعا لازم يبقى في عياده، والدنيا بتبقى منظمه اكتر وبيبقى فيها اقل الاضرار. نعم يا دكتور. طبعا حد دكتور دارس وعارف هو ماسك الماده دي ازاي، وعارف ان هي بتم، غير ما يكون حد تاني تبع شركه هو بس بينفذ الماده اللي هي المفروض معلن عليها من الشركه بالظبط. بس كده. طيب يا دكتور، احنا ناس كتير طبعا انت عارفه بيبقى فيه اصفرار اسنان، يعني ايه اصفرار اسنان، او ان احنا نقول دوت بيجي منين؟ في اسباب مثلا بتبقى ان الواحد كان بيشرب وهو صغير، يعني في طفولته كان بيشرب ميه مثلا من مكان بيجيبوا الميه من الابار مثلا، نعم فبيبقى فيها فلورايد كتير، فده ممكن يعمل اصفرار في الاسنان بشكل او باخر. ممكن الام مثلا كانت بتاخد انتي بايوتيك معين وهي حامل في البيبي ده، نعم فالبيبي ينزل اسنانه فيها مشاكل في اللون او في الستراكشر نفسه بتاع السنه، فدي اسباب اللي ممكن تخلينا اسناننا صفرة. بس نعم الاسباب العاديه بقى بتاعتنا ان احنا مش بنهتم باسناننا، بنشرب حاجات بتعمل صبغه كتير على السنان، فده حله بيبقى غير ده.
نعم يا دكتور. طيب هو في الحالة ديت بيبقى ايه، ولو في الحالة اللي هي بتاعت التصبغات؟ لو بقى مثلا حالة الأم اللي كانت بتشرب بتاخد أنتيبيوتيك نعم. وهي حامل في البيبي، ده علاجه بقى بيتجه أكتر ناحية الفينيرز يعني، بس برضو على حسب المشكلة نعم. يعني. لو مشكلة لون بس ليها حل، لو مشكلة لون والسنة نفسها سطحها مش ناعم يعني في تعريجات معينة أو كده، لأ بنتجه ناحية الفينيرز. فالعلاج السهل بقى بتاعنا كلنا اللي هو بنعمل تبييض للسنان الصفراء نتيجة الصبغات والشاي والقهوة والسجاير والكلام ده، والمؤثرات وعدم الاهتمام بالاسنان وكل دوت. ده حل تبييض بيبقى بسيط يعني. نعم يا دكتور. طيب بما ان حضرتك قلت تبييض، واحنا من اول ما اتكلمنا وداخلين على طول على التبييض عشان ابتسامه كويسه، يعني ايه تبييض اسنان يا دكتور؟ بنفتح السنان يعني بدل ما بيبقى لونها اصفر بيبقى نعم. ابيض شويه، مايل ناحيه الابيض. درجه التفتيح بقى بنوصل لدرجه بياض جامده جدا او في النص. طبعا دي احنا بنسيبها للمريض يعني، في واحد بيجي يقول لك انا عايز سناني ابيضها بس تبان طبيعيه جدا، نعم. فده بنبيضها بس في البياض الطبيعي. في حد تاني لا انا عايز ابان ان انا عامل تبييض او انا عامل حاجه جديده، نعم. فبيفتح لاقصى درجات التبييض على حسب كل واحد عايز ايه. بيبقى ليه علاقة بالذوق فعلا. في ناس تبقى حابة الابتسامة تبقى منورة جدا وابقى ظاهرة، لا لما يشوفني انت عملت دوت فين، او ان انت شكلك مبهج، او وبتأثر يا دكتور درجة الأسنان ديت في الشكل عموما. طبعا بتأثر يعني، في ناس كتير جدا عندهم مشاكل في اسنانهم بتخليهم كل ما يجي يتكلم حاطط ايده على بقه مش قادر يضحك، ما عندوش ثقة في نفسه. لا الاسنان بتأثر جدا شكلها في الواحد يعني. نعم يا دكتور. طيب احنا عارفين ان اي حاجه بتتم في الاسنان بيبقى لابد من تحضيرات، وما شاء الله مع التقدم التكنولوجي دلوقتي ما بقاش في تحضيرات يعني جامده، او ان احنا بستخدم ايام، لا ممكن عادي في نفس اليوم. ايه التحضيرات اللي هي بتبقى قبل التبييض؟ احنا بنحاول على قد ما نقدر دلوقتي ان احنا يعني ما نلمسش لسنا as much as we can يعني، احنا بنخلي لسنا طبيعية على قد ما نقدر. التبييض مثلا حاجة ما بيكونش فيه اي تحضير في السنين، نعم. ما بنلمسش السن اصلا يعني، احنا بس بنحط كيميكلز معينة بطريقة معينة بتكسر الروابط اللي موجودة بين الجزيئات فالسنة بيبقى لونها فاتح. نعم يا دكتور. طيب انا قررت ان انا اعمل ابتسامه، وان انا عايزه اعمل تصميم ابتسامه زي ما قلنا لحضرتك، ازاي ان انا اصمم الابتسامه دي من وجهة نظر حضرتك، يعني حسب حالة المريض ولا بتتم ازاي؟ زي ما اتفقنا على حسب انا مشكلتي ايه هحلها ازاي. عندي فراغات كبيره مثلا بين السنان كلها، لو الفراغات دي ما تسمحش هضطر اعمل مثلا كراونز مش فينيرز نعم. علشان المسافه كبيره قوي. لو المسافه صغيره خالص وانا عندي مشكله بس ان السنه دي لونها غامق مثلا عن الباقي، خدت فيها خبطه وانا صغيره فعملت فيها عصب فلون السنه غامق، نعم. ساعتها ممكن اعمل الفينيرز اللي هي عدسه الاسنان بتبقى زي قشره صغيره جدا على السن. نعم. على حسب الحالة بتكون ايه انا بوصل لتصميم الابتسامة الصح بيكون ايه. عندي ابتسامة لثوية مثلا فبشيل من اللثة اجزاء عشان لما اضحك يبقى مش اللثة باينة كلها، لا شفايفي مغطية جزء من الاسنان. هل المشكلة في شفايفي اصلا وانا عايز مثلا اعمل بوتوكس او فيلرز علشان تبقى مغطية جزء من السنان، هي في الاخر هوصل لشكل شكل الابتسامة المثالي. الابتسامه الحلو، مش شرط ان انا رايح ان انا اشارك على طول الدكتور انا عايز سمايل هوليود وانا مش فاهم ان في خطوات قبل دوت، ان ممكن انا اكون محتاجه حاجه بسيطه جدا هتخلي الابتسامه فعلا حلوه. بالظبط طب يا دكتور، يعني هو كده يرجع لطبيب يسمع لاراء الطبيب قبل ما هو يقرر المريض؟ بالظبط. تمام يا دكتور. طيب في تبييض الاسنان او بياخد مده يا دكتور، وبتبقى المده بتاعته قد ايه؟ وكمان بيحصل برد للاسنان، او ان انا بعمل حاجه في اسناني خارج لا التبييض احنا اتفقنا بقى التبييض ما بعملش تحضير برد؟ في الاسنان خالص، تمام. مدته قد ايه ممكن تبقى مينيمم 20 دقيقه نعم. وممكن يزيد عن كده لو انا عايز ابيض درجه يعني اوصل أفتح. لدرجه افتح او حاجه، بس هي بتبقى جلسه واحده بسيطه جدا 20 دقيقه. بنحط الكيميكلز دي بطريقه معينه، وقبل كده طبعا بنبقى حاطين جنجيفال بروتكتور يعني بنبقى حاطين حاجه عازله للثه علشان ما نعم. يحصلش اي حاجه للثه، وفاتحين البق بطريقه معينه فبالتالي الشفايف كمان ما بيحصل لهاش اي حروق، والموضوع بيبقى بسيط جدا وسيمبل لا وبنخلص وعايزين على طول. نطمن الساده المشاهدين كمان ان الاسعار يا دكتور بتبقى في متناول كل، ان لا دلوقتي اي التبييض دلوقتي بقى بسيط جدا حاجه يعني. بسيطه جدا، ان ممكن اي حد يحصل على ابتسامه باقل التكاليف، وان انت من خلال ان انت تعمل تبييض اسنان وتبقى ابتسامتك مشرقه ومبهجه. بالظبط.
تمام يا دكتور. طيب في ارتباط الابتسامة بمصطلح هوليود سمايل، طب هو ليه مش بوليود سمايل؟ ليه مش أي حاجة تانية لا هو سمايل؟ دلوقتي في بوليوود سمايل كمان، تمام يعني هي بس مصطلحات احنا بنعملها على حاجات طبيه. البوليوود سمايل مثلا يقصدوا بيها الفينيرز اللي بتتعمل عن طريق الحشوات، مش نعم عن طريق ان انا اخد مقاس وبعد كده يروح معمل مثلا وبعد كده نلزق حاجه. لا، البوليوود سمايل دلوقتي ان انا بعمل نفس فكره الفينيرز بالظبط بس باستخدام الحشوات. نعم ملهاش اي اساس علمي او المصطلحات ديت او ليها علاقه بالطب اصلا. لا لا، احنا بس بنقول هوليوود سمايل يعني عشان المشاهير دايما هم اللي بيعملوا يعني ابتسامتهم بتبقى حلوة قوي فاحنا مسمينها كده، بس نعم هو في الاخر الناس تقصد بيها ان هي شكل الابتسامة المثالي او الصحي. نعم يا دكتور. طيب انواع المواد المستخدمه لتبييض الاسنان، يعني حضرتك انا يعني مثلا احنا سمعنا من كلام حضرتك ان في المول او كده شركات بتبقى موجوده، هل في مواد معينه تبييض الاسنان اللي خارج عياده الاسنان غير اللي داخل عياده الاسنان، ولا بتبقى بص، ازاي؟ الفكرة في تركيز المواد المعينة. يعني نعم أنا قلت في الأول إن إحنا بيبقى في تبييض العيان بيعمله في البيت، هو بس بناخد له مقاس عشان الحاجة اللي يعني التري اللي هيطلع ده هو اللي هيحط فيه المادة المعينة دي في البيت بتعليمات الطبيب. ولكن الفرق بين ده وده فرق تركيز، يعني هو نفس المادة بس تركيزها في البيت بيبقى أخف كتير عشان ما يحصلش ضرر لو جه جزء منها على اللثة أو الشفايف أو كده. بس ده بيخليني أعمله كتير، يعني بحتاج استمر في الموضوع ده كتير قوي بالشهر مثلا او اكتر علشان اوصل للنتيجه اللي انا عاوزها. نعم بس عند دكتور السنين لا، التركيز بيبقى عالي لان كل احتياطاتنا بتبقى متاخده، زي ما قلت لك بيبقى في عازل للثه الأسنان محافظين وفاتحين عليه. الشفايف بطريقه معينه عشان ما يحصلش اي حروق. طيب يا دكتور، طب امتى حضرتك بتقرري ان هو اللي يعمل تبييض في البيت وامتى يعمل تبييض في المنزل؟ في المنزل او يعمل في العيادة عند حضرتك؟ هي الفكرة ان العيان هو اللي بيختار، هو اللي بيختار مثلا انا مش هبقى متاح طول الفترة دي او بسافر كتير او انا عايز حاجة افضل اعملها في البيت على طول نعم من غير ما انا ابقى مضطر اجي او احجز ميعاد واروح العيادة، فساعتها بيلجأ مش حسب الحالة لكن حسب ظروف المريض، ان احنا نقدر نوفر لك التبييض حتى كمان بواسطة طبيب الأسنان في المنزل بالظبط، عادي. لان معظم الحالات اللي بتنفع في دي بتنفع في دي، بس هو بيبقى اختيار مريض نعم لكن مش أكتر أو أقل، نفس النتيجة نفس النتيجة بس على مدة أطول. يعني التبييض في البيت بياخد مدة أكبر لكن بكتير طبعا من في العيادة بتاعة 20 دقيقة العيادة. وممكن أقل كمان. بالظبط تمام يا دكتور. طيب طبعا حضرتك عارفه ان في مصر التقييم بيبقى بالشكل والابتسامه والمظهر، اول ما اشوف شخص بحكم عليه على طول من ابتسامته، انا ارتحت للشخص دوت او ما ارتحتش، ابتسامته لا انا حاسس ان هي مريحه او حاسس ان هي مش مريحه، على عكس الدول الاوروبيه لا طبعا بيهتموا بالداخلي قبل الخارجي. طيب احنا في مصر او كده يعني حضرتك الاهتمام بتاعنا او فكرنا بقى في تجميل الاسنان بيبقى ازاي؟ انا مش متفقه معاكي في الجزء اللي هو مصر بس، لا كل العالم بيفرق معايا قوي شكل اللي قدامي، صحته صحه اسنانه عامله ازاي، ابتسامته نعم عامله ازاي، هي بتفرق لان ده الواحد الواثق من نفسه لما يجي يتكلم مع البصمة اي حد بتاعته. بالظبط بيفرق قوي عن حد المهزوز اللي مش عارف يتكلم، نعم فالاسنان بتفرق في النقطه دي. نعم يا دكتور. طيب لما اعمل تبييض او قشور تجميليه او هوليود سمايل كل دوت هيختلف، او هحس ان في حاجه بارزه في بقي واسمع ناس تقول لا انا عملت هبقى طالع لي كاني طالع لي ضب، هل الكلام دوت صحيح يا دكتور؟ لا، التبييض اصلا ما بيحتاجش تحضير فهيعمل ضب ازاي، يعني تمام. هو هو بيشيل اصلا احنا صبغات من بس. فهمنا ان هو ما فيش اي حاجه بسيطه جدا، جلسه بسيطه. تمام بالظبط، بالنسبه للفينيرز فاحنا بنشيل بمقدار سمك العدسه اللي هتتحط، نعم يعني العدسه دي السمك بتاعها بنشوفه قد ايه، بنشيل بالمقدار ده من السنه فمش هيحصل ضب ولا اي حاجه. فايه اللي هيعمل كده؟ وبالنسبة لهوليود سمايل أو المتحركة أو المتحركة ساعات كتير بيبقى السنان مش مصفوق، يعني مش مرصوصة على نفس الكيرف، تمام فبيبقى في سنة طالعة وفي سنة داخلة، بالعكس هي بتظبط الكيرف ده فهي ما بتطلعش السنان قدام ولا حاجة، تطلع قدام أو تبقى عاملة ضب لو هي الحالة مش مناسبة ليها أصلا. يعني ما ينفعش أعمل هوليوود سمايل المتحركة اللي هي سناب أون لحد سنانه الفك العلوي الخارج لبره، لا نعم ساعتها هتظهرها أكتر. تمام يا دكتور. يعني انا مش هحس بحاجه غريبه او حاجه مش طبيعيه لما اقابل اي شخص او كده، لا الموضوع لا طبيعي جدا، او احس ان انا عفوا ان هي في حاجه بارزه في اسناني، لا، بالعكس انت هتحسي ان في حاجة جديدة بس هتحسي ان في حاجة حلوة حاجه معمولة، حلوه حاجة مبهجه. مشرقة، ابتسامة حلوة. يعني تمام يا دكتور. هل اقدر ان انا اتحكم في شكل الابتسامه ديت، ولا بيبقى اللون بس اللي اقدر اختاره مع الطبيب؟ لا، اللون والشكل ونوع التركيبه او نوع الابتسامه اللي انا هعملها دي، لا بقى انا دايما بيبقى في يعني مناقشه بين الطبيب وبين المريض، هو المريض بيقول انا عايز اوصل لكذا فالدكتور بيبقى بيقول له انت هتوصل لده ازاي،
وبنتناقش بقى، لان ساعات بيبقى في الحاله ليها اكتر من حل، فساعتها احنا بنخيره وبنقوله ميزه وعيب كل حاجه وهو بيختار. نعم يا دكتور. طيب انا دلوقتي مثلا ركبت قشور تجميليه اللي هي العدسات التجميليه ديت على اسناني وتركبت وخلاص، انا احس باختلاف لو لا قدر الله ان هي وقعت او اي حاجه، لو وقعت ورحت للدكتور على طول لا هنام، ممكن نلحق ولا هي الموضوع. ثابته خلاص موجوده معايا مده طويله؟ هي حاجه ثابته، بس هي الفكره ان انا مثلا دكتور بيمشيني على انستراكشنز معينه، نعم انت المفروض ما تاكلش حاجه جامده او ما تاكلش حاجه ستيكي عليها او كده. انا دلوقتي جيت كلت عليها ووقعت، نعم انا ما مشيتش على التعليمات، فبس هتحكم. ساعتها ليها حل، بنلزقها تاني او لو حصل مثلا كسر او كده بنعمل واحده جديده او بنصلحها على حسب. وان طبيعي يا دكتور لو حصل تجميل في الاسنان او حصل اي حاجه بواسطه الطبيب لازم اعمل برضو متابعه دوريه مع الطبيب، مش اه اكيد ننقطع طبعا عنه خلاص ان انا عملته وحصلت على ابتسامه فخلاص كده، لا، فان هو بالظبط. يفضل متابع مع الدكتور لفتره. طب يا دكتور انا في حاله بقى ان انا اكلت خلاص حاجه جامده واتكسرت او مش وقعت كامل، اتصرف ازاي اول ما يحصل كده؟ اروح للدكتور على طول تمام، وهيحصل برضو انها استرجاعها تاني بطريقه عاديه جدا زي ما ركبتها في اول مره. بالظبط. تمام يا دكتور. طيب في تحضيرات بنعملها قبل التركيبات الثابته سواء المتحركه او الفينيرز او الكراون؟ كل حاجه ليها. اه طبعا لو هعمل كراونز لازم يبقى ليها تحضير، بنبرد في السنه بمقدار السمك بتاع الكراون نعم. عشان سناني تبقى طبيعيه، يعني ماشيه على نفس ال... وبرضه نوضح للساده المشاهدين البرد يا دكتور مش بيبقى بالطريقه اللي هي الجامده. لا 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 بالعكس، الموضوع بسيط جدا وبتبقى انت مش حاسس بحاجه، انت واخد بنج يعني. نعم يا دكتور. طيب الاسنان مرصوصه حلو والضحكه حلوه وكل حاجه تمام، ايه التجميل اللي بيتم في الحاله ديت؟ على حسب انا مشكلتي في ايه، يعني تمام صفراء هنبيضها حلو. لو هي مرصوصه كويس، بس في مرصوصه كويس بس فيها كسر صغير مثلا فبنظبطه بحشو تجميلي في جلسه واحده. نعم يا دكتور، يعني نقول اسهل حاجه اللي هو برضو التبييض، دي الوسيله اللي ممكن تخليني احصل على ابتسامه بكل سهوله من غير ما ان انا اكون مثلا عندي مشكلات كبيره، لا اي شخص عادي على طول عمل تبييض فهو حصل على ابتسامه كويس. بيبيض سنينه طبعا. تمام يا دكتور. طيب تمام. طيب يا دكتور عدد الزيارات للطبيب لما انا عايز اعمل ابتسامه حلوه، طيب انا اقدر ان انا ازور الطبيب كام جلسه، او ان انا اقدر ان هي ممكن جلسه واحده انا خلاص حصلت على الابتسامه ده لو ديت؟ هنعمل ايه؟ لو هنعمل تبييض جلسة واحدة. تمام، لا حسب بقى القرار اللي هيتم من عند بالظبط، حضرتك. لو هعمل تركيبات ثابتة لا ممكن اكتر من مرة، تمام لو هعمل زرعات وتركيبات ثابتة لا الموضوع ممكن يطول شوية، تمام هعمل هوليوود سمايل متحركة ممكن جلسة اعمل فيها كل حاجة والجلسة اللي بعدها بس استلم التركيبة يعني. تمام يا دكتور. هو يعني وسائل تجميل الاسنان دي كلها بتحتاج بنج ولا يعني مش كله؟ لا في حاجات ما بناخدش بنج، التبييض ما تمام بناخدش بنج، الهوليوود السمايل المتحركه ما بناخدش بنج، على حسب. تمام يا دكتور. ممكن طيب الكراون حتى كمان ما ياخدش الكراون بنج ممكن ما يحتاجش لو بنج؟ انا وعامل حشو عصب. تمام يا دكتور، ممكن يعني على طول في جلسه واحده من غير بنج ومن غير اي حاجه اخلص الموضوع ده. بالظبط. تمام يا دكتور. طيب هناخد فاصل كده وان شاء الله نرجع نستكمل حوارنا مع دكتور فاطمه. ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين ومستكملين حوارنا مع دكتور فاطمه سامي ابراهيم فضل اخصائي التركيبات الثابته وزميل الكليه الملكيه للجراحين بايرلندا. هنكمل حديثنا يا دكتور اللي اتفضل. مش عايزينه والله يخلص، واتمنى ان احنا ان شاء الله نلتقي في حلقات تانية وتكون في اوقات مختلفه ونستمتع دايما بالحديث مع ان حضرتك. شاء الله. طيب يا دكتور الفرق بين هوليوود سمايل المتحركه والهوليوود سمايل الثابته؟ يقصدوا بالهوليوود سمايل المتحركه السناب اون، تمام اللي هي حاجه بنركبها على اسناننا كلها، ممكن اختار تبقى في فك واحد او في فكين، تمام لونها ما بيتاثرش يعني ما بيتغيرش خالص، هي بس بتتشال وبتتحط، نعم بشرب عليها كل حاجه وباكل عليها اي حاجه طريه سوفت، بس ما باكلش عليها الحاجات الناشفه. في ناس كتير قوي بتتجه لها علشان هي ما بتاخديش فيها بنج، ما بنعملش تحضير في الاسنان، بتاخديها يعني تيجي جلسة المرة اللي بعدها بتاخديها على طول، دي مميزاتها. الهوليوود سمايل الثابتة يقصدوا بيها الفينيرز، اللي هو بنعمل تحضير في السنة معينة. في ناس بتقولك لا أنا مش عايزة يعني مش عايزة أعمل تركيبة بتبقى بتتشال وتحط مثلا، لا أنا انا عايزه اعمل حاجه واريح دماغي. ثابتة بالظبط. الناس دي مثلا بيبقى صحة أسنانها كويسة أصلا، بتبقى بتهتم بسنانها، بتغسل سنانها، بتعمل تشيك ابس على طول عند الدكتور، نعم فساعتها لا الفينيرز الثابته بتبقى حاجه مناسبه ليهم جدا وبتفرق معاهم جدا. طيب يا دكتور، طب احنا عايزين بقى نتكلم على الجزء النفسي للمريض،
اول ما حضرتك بتحس ان المريض عمل تبييض او عمل سناب اون او عمل اي حاجه من ديت، الفرق النفسي بيبقى حاسس بايه بعدها؟ بتفرق معايا جدا. يعني في ناس اصلا بتبقى طول عمرها ما بتضحكش، يعني لو شفتي صورهم مثلا على اي مكان بتلاقيه هو عمره ما بيضحك، هو ما بيحبش يضحك عشان سنانه. لما بيعمل تحضير بسيط قوي في سنته بقى او ايا كان التجميل اللي عمله من تبييض او تركيبه او اي حاجه، بيبدا يضحك، بيبدا يبقى واثق في نفسه اكتر، بيبدا يندمج مع المجتمع اكتر. لا بتفرق جدا في نفسيته. ادم الموسيقى اكتر وحاجات كتير اكتر. وبالمناسبه دي يا دكتور، المشاهير طبعا هم اكتر ناس بصمه، كل المشاهير ولاعبين الكوره على طول الاتجاهات على طول الابتسامه الحلوه، بيبقى ليهم تعامل خاص بحيث ان هم يعني بصمه وظاهرين في المجتمع عن الاشخاص العاديه، ولا بيبقى التعامل ازاي مع هو ما فيش تعامل خاص مع، يعني هو كل المرضى مريض، واحد؟ مريض زيه زي اي مريض يعني على تمام. حسب طلباته. بس في حد بيبقى متطلب زياده ان شكلي يبقى ممتاز قوي وعايز جلسات سريعه، بس ده مش شرط يبقى من المشاهير. يعني في ناس عاديه كتير قوي بيبقوا لا متطلبين عايزين يعملوا نفس المشاهير بيعملوه بالظبط، نعم، فما فيهاش مشكله خالص. يعني كل واحد على حسب طلباته بنوصل معاه اللي هو عايزه، هو بس المشاهير ممكن يكون متطلبات اكتر شويه بجهدك عايز وبدراستك. شكله يبقى مهتم بيه اكتر. طبعا شكله بيفرق معايا اكتر بكتير من اي حد. تمام يا دكتور. طيب الوصفات المنزليه اللي على طول عايز تعمل تبييض اسنان، انا بسمع حاجات عجيبه بصراحه يعني، فانا مش عارفه الوصفات دي يا دكتور ليها اساس من الصحه؟ يعني هي اصلا النهائي موجوده؟ بقى يعني الوصفات دي مصيبة كبيرة جدا. في ناس كتير تقول لك اعمل فحم، هو الفحم اصلا دي حاجة بتجيب كانسر، فانا مش لازم. في ناس كتير تقول لك لا اصلا اعرف حد عملها وما جالوش كانسر، هو مش لازم يجيله دلوقتي، يعني نعم. ممكن يجيله بعدين، ما ينفعش اعمل كده. في ناس تقول لك لا نحط بيكربونات مش عارف على نص ليمونة وحاجات كده، لا او طبعا. البيكربونات دي كمان يعني في جلسة ويقولوا على طول اول ما تحط على طول حتى تحس لو بفرق، جابت نتيجة، هي الفكرة بس ان دي هي خطورة. بتعمل يعني زي خرام صغيرة كده في طبقة مينا الأسنان، فالأسنان بتكون حساسة، فأنا ساعتها هبقى محتاج أحشي كل أسناني، يا حشو عادي بقى يا عصب، على حسب بقى حصل ولو لها ما إيه. عملتش حشوات بعد كده الاسنان هتفقد واخش في بالظبط. قصص يعني بعيدا عن ده كله. طب يا دكتور احنا يعني عايزين نقول كده ايه الوسائل المنزليه اللي ممكن يعملها المريض ونقول له خلي بالك ما تستخدمش الحاجات دي، لان انا بسمع حاجات والله يعني رمل في البحر. يعني انا شفت دوت يعني كنت في بيستخدموا الرمل في البحر، طب ازاي لا لا يعني؟ الحاجات دي مش صح خالص. وفراوله كمان، الفراوله يحطها على فرشه الاسنان. لا ما سيبنا بقى من الوصفات دي كلها، كل الكلام ده مش صح. كل تمام. المطلوب من اي حد ان هو يغسل سنانه من مرتين لثلاثه، يستخدم مضمضه، نعم. يزور دكتور الاسنان كل 6 شهور على الاقل، يعمل تنظيف جير، بس كده سنانك هتبقى. تمام. هو لو حافظ على دورية الكلام بتاع حضرتك ده اعتقد ولا يحتاج بقى الفحم ولا يحتاج للحاجات اللي هي، طب ما انت تعمل دورية على طول للطبيب وتريح وحتى لو نفسك. احتاج ما يستخدمهاش ابدا، بالعكس تمام. الحاجات دي ضاره جدا. يعني وحضرتك قلتي من الفحم ده كمان يعني انتباه جامد جدا، بتقولي مسببات الكانسر، فدي لوحدها قصة كده، ربنا يعافينا يا رب منها. يا رب. طيب يا دكتور فعلا التبييض يعني بتحس ان هو شيء مؤقت ولا على طول موجود معايا؟ انا عملت تبييض فانا خلاص كده اريح دماغي ما اروحش للدكتور تاني، دي حاجة بقى ليها علاقة؟ العيان هو اللي يحددها، يعني تمام. مدة التبييض دي هتقعد على قد ايه، على حسب انا بشرب حاجات يعني شاي وقهوة كتير ولا لا، بدخن ولا لا، بغسل سناني ولا لا، كل ده هيفرق معايا. لو انا ما عنديش الكلام ده ما بعملوش خالص، فهيقعد معايا مدة طويلة جدا. هل لو انا بقى بدخن وبشرب شاي وقهوة وكل الكلام ده، اكيد طبعا مش هيقعد معايا فترة طويلة. نعم يا دكتور. طيب احنا هنسأل سؤال كده وبعد كده ايه يعني هناخد فاصل ان شاء الله. طيب يا دكتور احنا طبعا عارفين ان حتى الوسائل اللي هي القديمة دي كلها بتعمل تدمير في طبقة المينا من اول استخدام ولا من بعد استخدامات متكررة، واصلا التبييض ذات نفسه الطريقة بتاعته البسيطة اللي هي بتبقى في العيادة بطريقة سهلة جدا ان انا ممكن ألجأ للطبيب من غير ما اعمل اي حاجة تاني في المنزل، هنتكلم عن الموضوع ده كمان وهنستكمله ان شاء الله بعد الفاصل. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل ومستكملين حوارنا عن التبييض وعن الابتسامه الحلوه وتجميل الاسنان. انتبهوا لحلقه النهارده، وطبعا بنذكركم بارقام تليفونات دكتور فاطمه زهره امامكم على الشاشه طوال الحلقه للتواصل. احنا وقفنا دكتور عن التبييض وان احنا بنقول ان انت ما تلجاش لوصفات منزليه، ما تلجاش لحاجات فيها خطوره، واحنا اتكلمنا عن الخطوره، حضرتك قلتي ان ممكن تاثر على طبقه المينا وتعمل فقدان في الاسنان، حضرتك بقى عايزين توضح لنا الخطوره ديت عشان المشاهد ينتبه ان هو طبيب الاسنان هيقدر يحل لك كل المشاكل من غير ما انت تتصرف من دماغك.
الوصفات دي مشكلة جدا، لأن هي بتعمل تآكل في طبقة المينا، يعني نعم بتعمل زي حفر صغيرة كده في الأسنان في الطبقة نعم الخارجية. المفروض إن هي بتحمي السنان، الطبقة دي بتحمي السنان من الهواء ومن أي حاجة. فأنا دلوقتي ما يبقى فيها ثقوب صغيرة كده، فأنا أسناني هتبقى حساسة جدا، أنا ممكن أوصل في وقت إن أنا مش قادر أفتح بقي، يعني شوية الهواء اللي هيدخلوا أول ما أفتح بقي دول هيوجعوني جدا. نعم ممكن لو أنا سكت على الكلام ده كمان يوصل لي إن أنا أبقى محتاجة علاج عصب، يعني المشكلة ممكن تبقى صعبة جدا. فلا طبعا الوصفات دي احنا لازم نكون ضدها جدا 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 يعني. نعم يا دكتور. طيب دلوقتي انا في حاله شاب مثلا عمل تركيبات، وعمل التركيبات ديت على اسنانه وكانت ضعيفه، وسمعنا ان لازم يعني زي كده العماره او زي البيت لازم الاساس يكون كويس، فهو متركب على دعامات قويه. يعني ما يعني ايه دعامات قويه؟ لما المريض يسمع عايزين نوضح له برضو ان الدنيا بتبقى عامله ازاي قبل التركيبات، واسنانه حالتها بتكون ازاي. ساعات بنبقى عشان نعمل طربوش او الكراون نعم بنبقى لساننا يعني احنا فقدنا جزء كبير منها قوي نتيجه تسوس او نتيجه خبطه او نتيجه كسر او ايا كان السبب. نعم فاحنا بنبقى عايزين نحافظ على لساننا دي على قد ما نقدر، ما نضطرش نخلعها او نعمل زراعات مثلا والكلام ده. نعم فبنعمل ايه؟ بنحافظ، بنعمل حشو عصب وبنحافظ على الجدر الموجود في العظم ده عشان ده هيدي لي سبورت كويس جدا للتركيبه بتاعتي. وبعد كده بعد ما بنشيل التسوس في الجزء الخارجي بتاع السنان بنحط دعامة معينة بتبقى متصلة للجدر السنة، يعني بيبقى زي مسمار صغير كده، بس هو ما بقاش مسمار يعني دلوقتي بقى في حاجات شفافة كتير قوي بس قوية جدا يعني. نعم بتدخل في الجدر وبنبني عليها الحشوة المعينة دي اللي بنعملها على لساننا، بحيث ان هي تكون اساس متين قوي للتركيبة الثابتة بتاعتي. فما بتيجي تسند عليها التركيبة بعد كده انا استخدم التركيبة دي في المضغ وفي الكلام وفي الكلام ده ما تتكسرش او تتأثر وتقعد معايا مدة أطول. طيب يا دكتور بتبقى بالظبط. مدتها مثلا ممكن توصل لكام سنة؟ لا في تركيبات ثابته دلوقتي بتقعد فوق ال 15 سنه، تمام يعني على حسب بقى انا الدعيمه بتاعتي كويسه، صحه سناني كويسه بهتم بيها، لا هتعيش اكتر من كده كمان. تمام يا دكتور. خطة تجميل الأسنان أو إن أنا قرار التجميل الأسنان ذات نفسه دوت بيبقى من نفسي أنا، ولا ببقى مع الدكتور مرتبين سوا كل حاجة؟ هو لازم الاساس يبقى منك، يعني لازم انت أنا كمريض بكون تبقى دؤوب على دوت إن أنت انت حريص اللي على تبقى عايز التزام. تجمل اسنانك، تمام فبالتالي تروح للدكتور وتتناقش معاه بقى في انا عايز اوصل لايه، فالدكتور يقولك توصل لده ازاي وتوصلوا لحل. تمام يا دكتور. هل فعلا بتبقوا متخيلين الابتسامة؟ يعني بيحصل تخيل الابتسامة وشكلها وبيتم تصويرها للمريض من قبل ما تتم؟ اه طبعا بمنتهى البساطة دلوقتي المريض بيبقى ساعات عايز يشوف سنانه في الاخر هتبقى هتبقى شكلها عامل شكلها ازاي، ازاي؟ فدلوقتي الموضوع بقى بسيط جدا، ممكن نبقى مورينها له او مورين له حالات سابقة او صور توضيحية او على الكمبيوتر نفسه، يعني في دلوقتي سوفت ويرز كده بنعملها بطريقة معينة فبتبين له سنتك دي بالظبط هيبقى شكلها عامل ازاي في الاخر. تمام يا دكتور. طيب او مدخن عمل تبييض وخلاص كده انقطع عن زيارته للطبيب، هل بعد كده التبييض ممكن يدوم معاه او ما يدومش؟ وهو ستيل بيدخن؟ اه لا طبعا الطبيب مش هيقعد معايا فترة طويلة للأسف. تمام. يعني لازم ان هو يعمل متابعة دورية بعد كده على طول تبييض باستمرار، ولا لازم يحافظ من لا نفسه؟ لازم يحافظ طبعا، لازم تمام. يحافظ. طيب هي مدة تجديد التبييض يا دكتور بتبقى قد ايه؟ يعني انا كل قد ايه اعمل تبييض؟ انت اعمل تبييض وشوف انت محتاج، يعني مثلا جيت بعد سنة حسيت ان اسنانك بدأت تغمق تاني فانت تبقى محتاج تبييض، اه عادي جدا ممكن تيجي تعمل تبييض تاني. تمام يا دكتور. هو الجهاز اللي بنشوفه بينور في العيادة هو ده الجهاز المسؤول عن التبييض، ولا ليه استخدامات تانية؟ في لا هو الجهاز ده هو اللي بيبيض السنين ملوش استخدامات تانية، وفي كذا جهاز، يعني في تبييض بيتم في العيادة بقى، يعني خلينا نتكلم عن التبييض اللي بيحصل في العيادة، في تمام ممكن يبقى تبييض ليزر وممكن يبقى تبييض بجهاز معين كده بيفتح السنين اكتر من ليزر بكتير. ف يعني الاوبشنز دي بتبقى متاحة للمريض هو يختار من خلالها. زي ما قلت لك انت سألتيني احنا بنبيض لغاية ايه، لا لغاية ما المريض يبقى عايز، هو عايز حاجة طبيعية ولا عايز حاجة تبان قوي، ولا هو عايز كام درجة يعني سنانه تفتح كام درجة، تمام فهو على حسب اختياره احنا بنتجه بقى انت يناسبك تبييض ايه. تمام حتى هو كمان لما القرار منه هو حتى اللي هو زي ما يحب، حتى كمان لما نسأل دلوقتي بنقول الطبيب نعمله كل قد ايه؟ زي ما يحب، زي ما حضرتك قلت ان هو بالظبط. وقت ما هو يحب فيقدر ان هو يعمل. طب دكتور التبييض او اي وسائل تانية من التجميل بتبقى محتاجة أشعة مقطعية قبلها؟
وسائل تانية من التجميل ممكن تبقى محتاجة أشعات معينة، بس التبييض لا، ما بيحتاجش أشعة خالص. والأشعة المقطعية بالذات دي ما بنلجأ لهاش أصلا غير في حالات مثلا الزراعة، غير في حالات معينة نادرة من الحشو العصب. يعني الأشعة المقطعية لا، ما بنلجأ لهاش كتير قوي، إنما الأشعة العادية دي بنحتاجها فعلا في حاجات كتير زي التقويم مثلا، لا غنى عن الأشعة فيه. نعم يا بس دكتور. التبييض لا، مش من الحاجات اللي بتحتاج أشعة أصلا، ولا سمايل الهوليود؟ ولا هوليوود سمايل خالص. تمام يا دكتور. طيب التبييض اللي نقدر عليه او نقول عليه هيفضل موجود معايا مدى الحياة، انا عملت تبييض انا خلاص كده مش هروح تاني لدكتور الاسنان، هل كده الكلام ده صحيح؟ لا طبعا مش صحيح، مفيش حاجة اسمها تبييض بيدوم مدى الحياة، لا طبعا، تمام يا دكتور. لأن احنا بناكل وبنشرب ويعني بنعرض سنانا لحاجات كتير قوي، وبناكل حاجات فيها صبغة، مين هيقدر ياكل حاجة ما فيهاش صبغة؟ كل الأكل فيه صبغات يعني، فلا مفيش تبييض طبعا بيقعد طول الحياة. اللي بيقعد طول الحياة بقى التركيبات الثابتة أو المتحركة زي الهوليوود سمايل، عشان أنا بشيلها كل يوم أغسلها، فدرجة يعني هي بتبقى مادة صناعية، فهي ما بتتفاعلش مع الحاجات اللي باكلها، فبتفضل لونها ثابت. تمام يا دكتور. طيب ناس كتير قوي بتشتكي من جفاف الفم، بتحس ان هي في جفاف في بقها جامد وهي بتتكلم في شفايفها كده، طب عايزين نعرف مفهوم جفاف الفم دوت يا دكتور، ان شاء الله بعدين ناخد فاصل ان شاء الله. جفاف الفم بيبقى مش يعني مش مرتبط بحاجة في السنان اكتر ما هو مرتبط بحاجة تانية، يعني مثلا واحد بيبقى عنده نقص في الافراز بتاع اللعاب بتاع البق، هل مثلا انا غدد اللعابية بتاعتي مسدودة بحصوات مثلا، فده ممكن يكون سبب. هل انا عندي مرض سيستميك، يعني مثلا عندي سكر، فبحتاج بحس ان انا محتاج اشرب مياه كتير. ليه حاجات كتير بغض النظر عن الاسنان. هل انا عندي حاجة معينة في لساني بتخليني دايما حاسس ان انا محتاج ترطيب اكتر، يعني اللعاب اللي في بقي ده مش مكفيني، فبيحسسني ان انا عندي لعاب قليل. نعم فالاسباب يعني معظمها بيبقى خارج الاسنان شويه. تمام يا دكتور. هنتكلم بقى على ايجابيات التبييض وايجابيات السناب اون والحاجات الجميلة ديت بس ان شاء الله بعد الفاصل. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل ومستكملين حوارنا عن الابتسامة الحلوة، ونكمل مع حضرتك يا دكتور ان شاء الله. طيب يا دكتور، عايزين نقول الايجابيات بتاعت التبييض او السناب اون، انا بقى كمريض عملت الحاجات ديت، ايه الحاجات الجميله اللي انا حصلت عليها بعد ما عملت الخطوه دي؟ ابتسامتي بقت كويسة جدا، ده تمام. هيزود ثقتي في نفسي، هبقى قادر أضحك، هبقى حد قادر يتكلم ويتفاعل مع المجتمع أكتر. مميزات كل واحد فيهم مختلفة عن التاني، يعني أو خلينا نقول الحاجات المشتركة بينهم مثلا إن هما ما بياخدوش تحضير عند الدكتور كتير، هي جلسة واحدة باخد دي أو دي. فلا يعني الحاجات دي بقت كويسة جدا. نعم يا دكتور. طيب نقدر نقول مين يعمل فينيرز ومين يعمل كراون؟ وحضرتك طبعا عايزين نوضح المصطلحات دي للساده المشاهدين برضو عشان يبقى احنا بنتكلم يبقى هم برضو فاهمين المصطلحات دي معناها ايه. الفينيرز اللي هي زي عدسة اللي بنركبها في عينينا بالظبط زي اللانسز، نعم بتبقى حاجة سمكها رفيع قوي بنحطها على الطبقة الخارجية من السنين اللي هي بتظهر في ضحكتي مثلا. تمام يا دكتور. دي مختلفة عن الكراون في ايه؟ الكراون بيبقى عندي ديفكت يعني او عندي حاجة مشكلة في كذا سطح من السنة، فساعتها بلجأ ان انا ابقى محتاج اعمل كراون. الفينيرز بيبقى عندي مشكلة في السطح المقابل، يعني في سطح واحد بس الخارجي، نعم فساعتها بنحط بس القشرة دي، بنبقى مش محتاجين نعمل تحضير لكل جوانب السنة، لا هو جانب واحد بس كفاية، ده الفينيرز والكراون او والكراون. الطربوش. تمام يا دكتور. هل الفينيرز ينفع مع الاشخاص اللي هي بتجز على اسنانها؟ لا يعني لازم نعالج المشكلة الأول بعد كده ممكن نفكر في الفينيرز، تمام. بس الجز على السنين لا، من الحاجات اللي مش هتنفع معاها الفينيرز أو العدسات الأسنان طب أبدا. وينفع معاه ايه يا دكتور؟ ينفع معاها كراونز يعني الطربوش كامل عشان ده بيحمل سنة أكتر، لأن طبعا جز السنين ده عبارة عن تآكل سنة في سنة، فده بيخلي السنين تتبري، فكده كده ممكن تبقى واصلة للعصب كمان، فببقى محتاجة أعمل علاج جذور، وبالتالي ببقى محتاجة أعمل طربوش فيه، فجز السنين ده بيبقى غالبا بنضطر نعمل له كراونز مش فينيرز. نعم يا دكتور. طيب لو انا طبعا الناس اللي بتجز على اسنانها لاحظت ان بيبقى عندهم شرشره في الاسنان، التعامل مع الشرشره ديت بيتم ازاي؟ على حسب هو جالي في مرحلة ايه، لو في مرحلة بدائية خالص احنا بنحاول نحل المشكلة طبعا، نعم لان احنا لو عملنا اي اجراء يعني زي عملت له حشوة مثلا وهو لسه بيجز على سنانه، مهما عملت هي الحشوة دي هيحصل لها نفس اللي حصل للسنان بالظبط، فهتبقى حاجة مش مرضية، فلازم نعالج السبب الاول. وانس ان احنا عالجنا السبب اللي هو سبب جز الاسنان ده، ساعات بيجي من
الضغط العصبي، لازم الواحد يبقى عارف يفرغ الضغط ده في ايه، سواء برياضة، سواء بأدوية معينة، سواء بان هو يروح لدكتور نفسي مثلا، لازم العادة نفسها يبطلها. يبطلها. بطل وليها حلول يا دكتور؟ النساء لان هي ليها حتى لو حلول حتى طبعا. من الصغر لحد الكبر. لا، اي حاجة انا عايزة ابطلها اعرف ابطلها، هو يعني سبيشالي لو هي عادة، يعني مش جاية تمام. نتيجة ستريس مثلا او ضغط عصبي. بنعالجها ازاي بقى؟ الاسنان اللي حصل لها برد دي نتيجة الجز على السنان، على حسب هي وصلت لايه. نعم. الشرشرة دي او البرد في السنان ده وصل لطبقة لسه ما وصلش للعصب، فبيبقى حشوات عادية خالص. نعم. لا، وصلت للعصب محتاجة اعمل علاج جذور طبعا، لان الالم هيبقى قوي جدا. وبعد ما اعمل علاج جذور بعمل كراونز او طربوش عشان يحمي السنان دي من ان هي تتآكل تاني. تمام يا دكتور. طيب اللثه لما بتيجي تنزف او بتكون ملتهبه ولفتره ما، وبعد كده انا ما لجاتش للطبيب وبعد كده بطلت تنزف، تمام؟ الناس من وجهه نظرها تقول لي لسه خلاص كده، يعني دي ماتت، يعني انا سمعت المصطلح دوت حقيقي فعلا. فيا دكتور هنا يعني التبييض بيتم في الحاله ديت، وبرده المفاهيم ديت يعني لا تصوراته ايه؟ بالعكس، يعني هي اللثه اللي ما بتنزفش دي لثه صحيه، يعني انا المفروض اوصل لكده، مش المفروض ان انا اللثه بتاعتي تبقى بتنزف على طول، هو تمام. اغسل سناني تنزف، اكل تفاحه تنزف، لا، المفروض ده معناه ان انا اللثه بتاعتي ملتهبه. تمام. هي بتيجي نتيجه ايه؟ زي ما قلنا في حلقات قبل كده، بتيجي نتيجه ترسبات جيريه على الاسنان، انا بحتاج اغسل سناني واعمل تنظيف جير كل فتره. تمام يا دكتور. لو مريض جالي عنده اللثه بتاعته ملتهبه جدا وعايز يعمل تبييض، لا، المفروض ان احنا بنعالج المشكله الاول بعد كده نبص على الشكل، تمام. فما ينفعش حاجه تسبق حاجه، لان ده هيوجعه جدا. يعني ساعات اللثه كمان لما بتكون ملتهبه بتكون منحصره، يعني بدات تنزل، فجزء من الجدر بيبقى مكشوف، فالجدر ده هيوجعه جدا واحنا نعم. بنعمل تبييض. فنعالج المشكله بتنظيف جير، ولازم يمشي على روتين معين كده من المضمضة وغسيل الأسنان ولا الاهتمام بالسنان، بعد كده نبص على الطبيب. تمام يا دكتور. طيب احنا عايزين هنلخص يعني حاجات تلغرافات بس في نهاية الحلقة ان شاء الله، بس عايزين نقول للمشاهد او الشخص اللي بيستخدم فرشة الاسنان وكأنه بيتعامل مع اسنانه ديت زي سيراميك المنزل، يعني تلاقيه على طول. لا فعلا انا في ناس بتبقى موسوسة جدا على طول، غسيل الاسنان ممكن يوصل ل4 أو 5 مرات في اليوم ويمكن اكتر كمان، وكمان بطريقة صعبة جدا. هل دوت ممكن يعني مؤذي ولا مضر للاسنان، ولا بتبقى التعامل معاه ازاي؟ طبعا مؤذي جدا، يعني في ناس من كتر ما هم بيغسلوا اسنانهم تمام. بطريقه غلط، يعني بس هم بيغسلوا اسنانهم كتير عفوا. وبيحطوا يعني بيدوسوا على الفرشه جدا وبيضغطوا عليها جدا هم بيغسلوا اسنانهم، ده بيؤدي ان السنه نفسها بتتبرد، وساعات بتبقى محتاجه حشوات واللثه بتتبهدل. تمام. فلا، الطريقه الصحيحه لغسيل الاسنان المفروض ان انا بمسك الفرشه بتاعتي بحركات دائريه كل سنتين مع بعض، كاني بعمل مساج للثه والسنان، يعني بطريقه بسيطه جدا. هي الفكرة مش في القوة، الفكرة ان انا اوصل لاسطح للأجزاء. كتير وبالراحة، مش بسرعة بسرعة وخلاص خلصت. دي الطريقة الصحيحة لغسيل الاسنان، وفي اكتر من طريقة تانية، بس هي الفكرة ان انا ما احطش ضغط او قوة كبيرة قوي على الفرشة وانا بغسل، الطريقة نعم دي غلط، لا، لازم بالراحة جدا كأني بعمل مساج للثة. تمام يا دكتور. هل في بيبقى في معجون معين بمادة معينة نستخدمها، ولا ملهاش علاقة او كده؟ هو اهم حاجه في المعجون ان هو يكون فيه ماده الفلورايد، عشان تمام. الفلورايد دي حاجه بتخلي الاسنان ما تسوسش اكتر، وده موجود في معظم ماركات المعجون الاسنان الموجوده دلوقتي في السوق، يعني معظم اي معجون هتروحي تشتريه غالبا هيبقى فيه فلورايد. فهي مش الفكره في المعجون على قد ما الفكره في ان انا بغسل اسناني كويس قوي، ولو سناني مثلا فيها تلاصق شديد او مش مرصوصين صح، انا المفروض بهتم اكتر، عشان انا كده اسناني بتبقى عرضه للجير اكتر، بتبقى عرضه ان يبقى في اسطح ما بوصل لهاش بالفرشه، نعم. فبالتالي لازم اعمل مثلا بخيط الاسنان بعد الاكل، الخيط الطبي بتاع الاسنان مش اي خيط، ايوه. لاني لو استخدمت اي خيط او ده في يعمل ناس مشاكل. بتعمل بالخيط المنزلي لا فعلا، لا، لا ده طبعا غير صحيح. بيكون عريض، وبيكون يعني الخيط الطبي بيكون عليه طبقه من الشمع كده نعم. بتخليه وهو داخل وهو خارج ما يجرحش في اللثه او ما يقطعش فيها. لو استخدمت اي حاجه تانية هي بتبقى مش معموله للغرض ده اصلا، تمام. فبالعكس لا، ممكن تعملي التهاب اصلا في انا اللثه. ما شاء الله الشعب المصري بتاعنا بيحط بدائل فظيعه، يعني من الاول لأي بيكربونات حاجة. الصوديوم، لا يبعدوا بيكربونات الصوديوم ولا، تمام، ما فيش اي حاجه. تمام يا دكتور. طيب احنا هنلخص تلغرافات كده سريعه بس للساده المشاهدين او الام.
نغسل سناننا مرتين لثلاثة في اليوم. تمام. الأم طبعا لازم تغسل لابنها لو هو مش قادر يمسك الفرشة لغاية ما يتعلم يغسل يمسك الفرشة. نعمل زيارات دورية لدكتور الأسنان، ما نستناش على المشاكل لما تكبر. يعني أنا لو حسيت بألم في الأول ألحقه أكتر أحسن ما يعني أروح بعد كده مشكلة كبيرة جدا، فساعتها حلها هيبقى أصعب. تمام دكتور، احنا النهارده استمتعنا جدا بالحديث مع حضرتك وفي الحلقات كمان الماضيه، وان شاء الله لينا لقاءات باذن الله تعالى. بنشكر فريق العمل الجماعي ان شاء الله، يعني مخرج محمد سمير، مخرج مساعد محمد عزت، صوت علي حسين، ومهندس ديكور اسامه بيومي، اعداد احمد ماير. بنشكركم جميعا على الحلقات المميزه، وان شاء الله لينا مزيد تاني من الحلقات باذن الله تعالى. كنت معكم امنيه سعد في برنامج ابتسامتك حياه، الى اللقاء.